نروح بقى لتشابتر 2. تشابتر 2 يعتبر تاني اهم تشابتر في المنهج اكوردنج للماركس بتاعت الامتحان. تشابتر 2 فيه افكار كتير شويه، هنحاول على قد ما نقدر نلم اكبر عدد افكار. تعال بقى نعدي صفحات القوانين كده ونروح لبيج 31 نمبر 8. اول حاجه في التشابتر بنتكلم على واير. بس قعدنا نفكر، لو جالك في امتحان اخر السنه مساله على واير بيبقى الموضوع سهل قوي، نمرها قليله، تيجي نصعب شويه. قلنا نصعب شويه، بدل ما نجيب واير قلنا نجيب التو وايرز. فتعال نشوف مساله على تو وايرز. The ratio between the magnetic flux density at point x to the magnetic flux density at point y is. عايز الراتيو بي اكس على بي واي بكام؟ وعندي في الرسمه 2 وايرز بيربنديكولر، وللاسف مفيش ارقام للاي، للاسف مفيش ارقام للديستنس. فتعالى نفترض ان الاي ايكوالز 1، ولو في الديستنس شرطه هخليها ب1، ولو شرطتين هخليها ب2، ضعف الديستنس. والمفروض القانون البي لما بيكون عندك 2 وايرز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي بلس او ماينس اي على دي بتاعه الواير الاول وبتاعه الواير الثاني. طبعا حته بلس ولا ماينس دي بتتحدد ازاي؟ علشان السهم ده والسهم ده اكنهم سيم دايركشن، يبقى المنطقه دي منطقه الماينس ودي منطقه البلس وهنا ماينس برضو. فبما ان اكس وواي الاثنين في منطقه البلس، فانا لما اجي احل عايز البي عند اكس هقول 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي وبلس اي على دي. بالنسبه للواير الاول والثاني هما الاثنين الاي ب1 بغض النظر مين الاول ومين الثاني. الديستنس بقى من نقطة X لواير منهم شرطة واحدة، ومن نقطة X للواير التاني شرطتين، فواحدة الديستنس بتاعتها ب1 والتانية الديستنس ب2. لما احسب ده على الكالكليتر تطلع معايا 3 times 10 power negative 7 تسلا. نروح للبي بتاعت Y 2 times 10 power negative 7 I على D، وبرضه في منطقة البلس I على D عشان هما الاثنين اي زي بعض الاي ب1. الديستنس لو بنتكلم على نقطه واي بينها وبين واير منهم شرطه واحده، وبينها وبين الواير الثاني شرطتين، يعني برضو ديستنس منهم 1 وديستنس شرطتين ب2. لما احسبها تطلع برضو 3 times 10 power negative 7. تعالى بقى من الاثنين دول نجيب ريشيو اكس على واي، طبعا عشان هما الاثنين الارقام زي بعض يعني الريشيو 1 to 1، فالاجابه تشويس A 1 to 1. زي ما شفنا في المساله كان عندنا 2 وايرز وقدرنا نحدد فين الريجن بتاع الماينس فين البلس. وعلى فكره الامتحانات لما بيجيب وايرز حاجه من الاثنين، يا بارل يا بيربنديكولر، يمكن احنا خدنا الكيس بتاعه البيربنديكولر. طبعا في المساله كانت صعوبتها ان ما كانش فيه ارقام، فممكن عشان تحل المسألة أسرع تفترض دايما الرقم ب1 وده أسهل رقم في الدنيا. يلا بقى نتنقل لفكرة تانية، يلا بقى نروح لبيج 32 نمبر 11. دي مسألة بتتكلم على الكويل، وبرضو كالعادة لو جاء في امتحان آخر السنة كويل واحد مسألة سهلة قوي، فقلنا نصعبها شوية، بدل ما نجيب كويل واحد قلنا نجيب تو كويلز. تعال نشوف كده مع بعض المسألة. A circular coil formed of one turn n equals 1 carries current intensity i, magnetic flux density b, then it is reshaped to another coil of n turns. لحظة واحدة بقى، كان الكويل عندي لفة واحدة ده الشكل الأولاني، بقى دلوقتي عنده n turns and carries the same current intensity، يعني الاي بتاعت الشكل الاول زي الاي بتاعت الشكل الثاني. كانت الماجنتيك فلكس دانستي في الاول اسمها بي، بيسال بقى
الماجنتيك فلكس دانستي ات ات سنتر ويل بي، عايز يعرف بي 2 بكام. طيب القانون اللي عندي لما بيكون في ريشيو بيبقى بي 1 على بي 2 ايكوالز ان على ان 1 على 2 اي على اي 1 على 2 و R على R بس بالمشقلب 2 على 1 inverse. أنا عايز أعوض في الريليشن دي عشان عندي B1 وعايز B2، وبالنسبة لل I كده كده ال I زي بعض يعني يروحوا مع بعض، وبالنسبة ل N1 و N2 عندي معلومات عنهم بس أنا ما عنديش معلومات عن الراديوس. خلاص أشطبه؟ لا ثانية واحدة بقى، ثانية واحدة بقى، لو أنت كان عندك لفة واتعملت N turns عدد لفات لازم تبقى عارف إن الراديوس يتغير. لو تفتكر القانون ده N في 2 باي R، من القانون ده أقدر أقول N لوحدها L على 2 باي R، من القانون ده أقدر أقول N inverse مع الراديوس، يعني كل ما عدد اللفات بتزيد كل ما الراديوس بيصغر. فلو عايز أكتب القانون ده في شكل ratio N على N equals R على R 1 على 2 2 على 1، فأقدر أقول من الـ ratios دي هسيب كلمة R2 على R1 زي ما هي، وبدل بقى N1 و N2 هحط مكانهم 1 و N. فأنا كده جبت معلومة R2 على R1. دلوقتي بقى تعالى نعوض في الإيكويشن اللي تحت، N B1 على B2 اللي هي B على B2 equals N على N 1 على N times بدل R2 على R1 برضو هحط 1 على N، يعني دي تطلع 1 over N squared. تعرف بقى من هنا تجيب لي B2 لوحدها بتساوي ايه؟ تطلع معاك N squared times B، يعني الإجابة choice C. زي ما شفنا في المسألة كان عبارة عن two coils، أو هو كان كويل واحد بس عمل له reshaping. كلمة reshaping يعني نفس اللانث بترجع تلف الكويل بشكل مختلف، بدل لفة يبقوا خمس لفات، بدل لفة يبقوا n turns، فكلمة reshape نفس اللانث constant length. تعال بقى نسيب الكويلز ونروح للسولينويدز. تعال نروح لبيج 33 number 13، وبرضو كالعادة دي مسألة على السيلينويد، بس بدل سيلينويد واحد عملنا ايه؟ قلنا نجيب لك تو سيلينويدز. تعال نشوف مع بعض المسألة. السيلينويد of length L have number of turns N. If it cut to two parts of length L1 و 3L1 and each part connected separately with the same battery. بيقول لي مسك السيلينويد قطعه جزئين، مرة L1 ومرة 3L1، وتوصلوا مع نفس البطارية كل واحد لوحده، يعني ال L الأولى اسمها L1 وال L الثانية 3L1. بيقول لي عايز الريشيو ما بين الماجنتيك فلكس دانستي along the axis of each part B على B، عايز يعرف B1 على 2 بكام. طيب قانون الريشيو بتاع السيلينويد B1 على B2 equals N على N 1 على 2 I على I 1 على 2 L على L 2 على 1 inverse. هنا انت مديني معلومات عن ال L بس للأسف، وانا اعرف معلومة عن ال N وانا عن ال I. بس ثانية واحدة اجهز الجيبنز، كان في معلومة عندي في السنوات بتقول ان ال N directly مع ال L directly مع الريزيستنس انفيرس مع الكرنت، ولو كتبتها في شكل ريشيوز n على n 1 على 2 l على l 1 على 2 r على r 1 على 2 بس ال i 2 على 1، كل ريشيوز دي لو عندك اي فاليوز بتاعت واحده بس يبقى انت عرفت كله. فانا اللي انا عارفه l على l، يعني أقدر أقول إن ال L الأولى ب L1 والتانية 3L1،
يعني لو شطبت L مع L تطلع 1 over 3. فالريشيز دي كلها ب 1 over 3. أجهز الجيبنز عشان أعوض، يعني N1 على N2 ب 1 over 3 و I1 على I2. ثانية واحدة بقى، عشان هنا I2 على I1 يبقى بالمشقلب 3 على 1، و L2 على L1 برضو خلي بالك ان هنا 1 على 2، فلو شقلبتها برضو تبقى 3 على 1. كده الريشيز كلها جاهزة، أول واحدة 1 على 3، اللي بعدها 3 over 1، اللي بعدها 3 over 1، يبقى الريشيو B على B تطلع معايا 3 over 1، يعني الإجابة choice D. زي ما شفنا في المسألة بتاعة التو سولينويدز، إن افصل القوانين من بعض. خلي بالك ان القوانين اللي فوق دي بس بتحضر الجيفنز، اما القانون اللي تحت انت هنا بتعوض في القانون ده، علشان الناس ما تتلخبطش بين القانون اللي فوق ان كله ايكوال البروبورشناليتي بتاعتهم، اما اللي تحت تايمز عشان اطلع في الاخر الاجابه. تعال بقى نروح للفكره اللي بعدها. افتح بقى معانا بيج 35 نمبر 18. دي مسألة بتتكلم على الفورس، وبرضو كالعادة علشان نصعبها بدل ما نتكلم على فورس على واير واحد قلنا نتكلم على فورس between two wires، قلنا نتكلم على mutual force. تعالى مع بعض نشوف المسألة كده. When the distance between the two wires is increased to double، بيقول لي في الرسمة دي عندنا اتنين wires x و y، وبيقول ان الدستنس اللي بينهم هت increase it double. In order to maintain the force between them as its original value، في مقابل ان الforce تفضل زي ما هي constant. بيسأل the current through each wire should be modified to be، ال I بتاعت كل واحد يحصل لها ايه، مع العلم ان هما الاثنين نفس الكرنت زي بعض I. طيب ايه كان قانون الforce بتاعت two wires؟ كان 2 times 10 power negative 7 I1 I2L على D. وبما ان هما الاثنين I زي بعض فانا هكتب القانون تاني، 2 times 10 power negative 7 بدل I1 و I2 هعمل I squared L على D. هو واضح ان الforce constant ما اتغيرتش، بس عايز علاقة ما بين الdistance والcurrent، عايز اعرف لما الديستنس يزيد الدبل الكرنت يحصل له ايه. فانا هطلع الديستنس فوق عشان يبقى في بينهم ايكوال، يعني الايكويشن تبقى f تايمز d ايكوالز 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 i سكويرد l. بقت الديستنس في حته والاي في حته، فكده اقدر اقول ان الديستنس دايركتلي مع الاي سكويرد. ولا هكتب بقى الاف ولا ال ولا الرقم، ما هو كل الارقام دي كونستنت. انت بتقولي دلوقتي لو الديستنس دبل دي الاي يحصل لها ايه؟ بس ثانيه واحده بقى، انا كده بقى احتاج الاي من غير سكوير، يعني هتبقى روت دي دايركتلي مع الاي علشان اقدر اشيل الدي واحط الرقم بتاعها فاعرف الاي حصل لها ايه. ولما اشيل الدي واحط الرقم بتاعها 2 يبقى الاي حصل فيها ايه؟ بقت روت 2، يعني الاجابه تشويس اي روت 2 للاي. زي ما شفنا في المسألة الصعوبة بتاعتها ان لما يطلب حرف زي الاي ايه اللي حصل فيه، افتكر انت لازم تجيب الاي لوحده، ما يبقاش عليه سكوير، ما يبقاش عليه روت، علشان تعرف الاي الفاكتور اللي قصاده غيره ازاي، فلازم تجيب الاي لوحده. تعال بقى نتنقل لفكرة تانية. تعال نروح لبيج 36 نمبر 21. دي فكرة على التورك، تورك على كويل. ما تقلقش، مش هنعمل بقى اقول لك تورك واحد ويبقى اتنين تورك، لا 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 ما فيهاش الكلام ده، بس دي هيبقى فيها حتة الدايركشن فليمنج. فتعال نطبق مع بعض بقى الجزئية بتاعت الدايركشن. تعال نشوف كده مع بعض. If the direction of the electric current in loop ABCD is clockwise. ثانية واحدة بقى كده، بيقول لي ان الكرنت في الرسمة دي ماشي clockwise،
يعني الكرنت بيلف مع قارب الساعة، يعني الكرنت ماشي في الدايركشن ده كده. بيقول لي when this loop is placed in a magnetic field affected by torque it rotates، عايز يعرف الروتيشن بتاعها، الروتيشن بتاعها، وعندي الكرنت وعندي الدايركشن من نورث للساوث، ده الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد. يبقى اطبق انهي طريقه للدايركشنز؟ اطبق طريقه اسمها فليمنج ليفت هاند رول. اطبق الطريقه اللي بنسميها الاف بي اي. عندي في الرسمه الكرنت، عندي في الرسمه البي، اقدر بايدي الشمال ليفت هاند اعمل لعبه اف بي اي علشان اجيب الدايركشن بتاع الاف، اعرف السلك ده بيلف ازاي. لو انا عندي البي في الدايركشن ده، صباعي اللي في النص مشاور ناحيه الشمال ناحيه اليمين، والكرنت باصص لتحت كده، اقدر اقول ان الفورس في الحته دي لفوق كده لو عملتها بايديا، وطبعا الناحية التانية العكس يبقى لتحت كده. بما ان الفورس ده لفوق وده لتحت، يعني الروتيشن هيبقى في الدايركشن ده، ده الروتيشن اللي عندي. يا ترى ده بقى يعتبر بنسميه ايه لما يلف كده؟ مع قارب الساعة ولا عكس قارب الساعة؟ ده عكس قارب الساعة، يعني انتي كلوكوايز، تشويس سي. أتمنى تكون الصورة دي واضحة شوية، موضحة إن ده اتجاه الماجنتيك لاينز من نورث للساوث، ويعتبر ده اتجاه الكرنت في الواير اللي هنا على الجنب على اليمين، وبالتالي ده الصباع الكبير اتجاه الفورس أبورد. أتمنى تكون الصورة دي واضحة شوية. زي ما شفنا في المسألة دي، الجزئية بتاعت الدايركشن بتاعت فليمنج ليفت هاند رول، واللي الناس شويه بتتلخبط فيها وحاجه من الحاجات الصعبه عندهم. ما تقلقش، هعمل لك جزء كامل فيديو هنتفرج عليه كمان شويه لكل الدايركشن بتاع المنهج، علشان ما فيش حاجه تقف فيها، وهظهر لك بالدايركشنز بدايه عشان تقدر تشوفها، فما تقلقش من الحته دي خالص. تعال نروح بقى للاجهزه، جالفانومتر، اميتر، فولت ميتر. يلا نفتح مع بعض بيج 38 نمبر 25. دي مسألة فولت ميتر، ولما بتيجي تحل الأميتر والفولت ميتر بيبقى فيه قوانين كده بتاعت N و N minus 1. مستر صحيح استخدم القوانين دي ولا لا؟ استخدمها عادي جدا في أي مسألة براحتك. خلي بالك ان معظم القوانين اللي احنا بنحل بيها في المنهج حاجات كتير منها مش موجودة في الكتاب، بس بنحل بيها متعارف عليها، لان هي دي الحاجة اللي بتطلع لك الريزلت في الآخر. فتعال نشوف مسألة على الفولت ميتر على فكرة الN والان ماينس 1. تعال نشوف. Galvanometer of coil of resistance RG connected to multiplier of resistance 2RG. R multiplier مسميها 2RG. To be converted into voltmeter of measuring range V1. الفولتميتر هيقيس حاجة اسمها V1. If this galvanometer connected to multiplier of resistance 5RG، يعني الأولى دي اسمها R multiplier 1 وبقى في R multiplier تانية 5RG. بيسأل بقى the measuring range of new voltmeter becomes، يعني لو تخيلنا ان بقى في voltmeter 2 بقت بكام؟ طيب في نوعية المسائل دي عشان بيكلمني على R multiplier وratio بينها وبين RG، فانا عندي القانون بيقول ان RM equals N minus 1 RG، ساعتها ال V بتبقى N VG. فلو عندنا RM1 ب2 RG يبقى V1 لو N minus 1 ب2 تبقى ال N ب3 VG، ومعلومة اركنها عندي. ولو كانت RM2 زي ما هو بيقول 5 RG كده تبقى V2 لو N minus 1 ب 5 يبقى الآن 6 VG، وكمان أركنها. فلو أنت كنت بتسألني على V2
خلاص V2 ب 6 VG. بس للأسف الاختيارات ما فيهاش كده، الاختيارات عايز علاقة ما بين V2 و V1. فكر بقى، لو V1 ب 3 و V2 ب 6 يبقى ايه علاقتهم ببعض؟ يبقى V2 دبل V1، فالإجابة choice C دبل V1. زي ما شفنا في المسألة كنا بنجيب الفولتج بتاع الفولت ميتر، بس وانت بتحل المسألة انت مش عارف هتوصل ليه. افتكر بقى ان دايما تبص على الشويسز، شوف الشويسز انا عايز اوصل ليه. يعني لو احنا مسكنا راس السؤال بس انا مش هبعرف احل، مش هبعرف عايز اوصل ليه، بس لو بصيت على الشويسز تقدر توصلك جايد كده انا الخطوات اللي همشي بيها ازاي. سيبك بقى من الفولت ميتر، تعال نروح للجهاز اللي بعده الاوم ميتر. تعال نروح لبيج 39 نمبر 27. تعال برضو نجرب القوانين بتاعت الان والان ماينس 1. تعال نروح نشوف كده. The diagram show the scale of an ohm meter. بيسأل what is the relation between R1 and value of R2 on the meter scale. في الرسمة السكيل بتاع الاوم ميتر تحت فيه الريزيستنس اللي بالاوم وفوق في الكرنت اللي بالامبير. وعشان ده مثال الاوميتر احنا كان عندنا معلومه بتقول ان الاي 1 اوفر ان اي ماكسيمم بتبقى ار اكس ان ماينس 1 ار جي. فلو بصينا في الرسمه عندنا ان عند نص اي جي الريزيستنس مع R1. يعني لو قلت ان الكرنت على السكيل لما يبقى 1 over 2 الاي جي اللي هي بالنسبه له الماكسيمم، يعني هم مسميها بس اي جي، هي الاي ماكسيمم. الار اكس اللي هي اسمها R1 بتبقى بكام؟ لو 1 over n ب 1 over 2 يعني الان ب 2 تبقى n ماينس 1 1 ار جي، ومعلومه واركنها عندي. ولو خدنا اللي بعدها على السكيل 1 over 4 يعني الاي 1 over 4 الاي جي اللي هي الاي ماكسيمم، الار في الرسمه اسمها R2 equals، بما ان 1 over n 1 over 4 يبقى الان 4، يبقى n minus 1 3 ار جي. ودي كمان معلومه. تعالى بقى نشوف ايه علاقه كده بقى R1 وR2 ببعض. لو R1 1 ار جي وR2 3 ار جي يبقى R2 تعتبر 3 اضعاف R1، يعني الإجابة choice C R2 3 R1. زي ما شفنا في مسألة الأوميتر لو حابب برضو توصل للإجابة فكر برضو من خلال choices، إن ساعات راس السؤال بتبقى تايه مش عارف تبتدي منين، بس لما يكون في choice بص على choices تعرف تفكر أنا عايز أمشي خطوات إزاي عشان أوصل لاختيار زي ده. تعال بقى نسيب choices ونروح بقى للبروبلمز علشان نعيد على الافكار تاني بس من خلال بروبلمز. تعال نروح مع بعض بقى بيج 42 نمبر 37. دي مساله على تو وايرز، على ماجنتيك فيلد بين تو وايرز. بس الفكره بتاعت المساله دي ان هندمج تشابتر 1 مع تشابتر 2. بقى لهم فتره كتير في الامتحانات بيحاولوا يدمجوا تو تشابترز مع بعض. فالمساله دي هيكون فيها اومز لو Chapter 1 وهيكون فيها كمان magnetic field between two wires. تعال نشوف مع بعض كده. Two long parallel wires in the shown figure are separated by 5 mm. عندي في الرسمة اتنين wires المسافة بينهم 5 mm. بيقول لي calculate the value of the resistance R. في unknown R في الرسمة عايز يعرف ال R ده بكام. لو عرفت ان total magnetic flux density at a midpoint between the two wires في النص ما بينهم، يعني لو المسافة 5 دي تبقى 2.5 ودي كمان 2.5. بلو عرفت ان total magnetic flux density الرقم ده، B total في السنتر في النص الرقم ده، where B1 اكبر من B2. حلو ما بيقولها. طيب انا عايز الresistance اللي اسمها R، بس عشان اعرف R لازم اعرف الكرنت I1 هنا بكام في السيركت اللي على اليمين. وعشان اجيب I1
انا عندي البي توتال، بس انا ما عنديش اي 2 اساسا الناحيه التانيه، فانا محتاج ابتدي ان انا اجيب اي 2 الناحيه التانيه. نجيبها ازاي بقى؟ ارجع بقى كده للذاكره لشابتر 1. عندي اي 2 ايكوالز في بي على ار بلس ار. من هنا احسب اي 2 يطلع معايا 2.5 امبير، جبت اي 2. اشوف بقى البي توتال اقدر اجيب منها اي 1، والقانون بتاع البي توتال كان 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي 1 واي على دي 2، وبينهم يا بلس يا ماينس على حسب سيم دايركشن ولا اوبوزيت دايركشن. يا ترى سيم ولا اوبوزيت؟ هو مش راسم لي صحيح الدايركشن بتاع الكرنت، بس انا شايف العصايه الطويله بتاعت البطاريه، يعني الكرنت اي 2 ماشي هنا كده، والعصايه الطويله بتاعت البطاريه يعني الكرنت اي 1 ماشي هنا كده، يعني سيم دايركشن، يبقى بينهم ماينس. تعالى بقى نعوض. البي توتال عندي الرقم بتاعها 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. اي 1 بدور عليها، اي 2 عندي الرقم بتاعها. بالنسبه لديستنس 1 وديستنس 2، بما ان من السنتر هي نفس المسافه 2.5، بس اوعى تنسى مليمتر هنا، وبرده 2.5 مليمتر الناحيه الثانيه. كده الارقام كلها عندك، تقدر تعوض تجيب اي 1، تطلع معاك اي 1 7.5 امبير. جبت اي 1 خلاص، مش فاضل غير خطوه واحده عشان نجيب الار. اقدر اقول ان اي 1 equals VB على R plus R، يعني 7.5 equals، هاخد السيركت اللي على اليمين 15 على ال R اللي أنا مش عارفها plus ال internal 1 ohm. بالكالكليتر أحسب ال R تطلع معايا 1 ohm. زي ما شفنا في المسألة دي، دمجنا بين chapter 1 و chapter 2. الحاجة بس اللي كنت عايز أعلق عليها، أعملها لها كومنت سريع كده، إن كان في آخر المسألة بيقول لك بي 1 أكبر من بي 2. استفدت بيها إيه؟ استفدت بيها إنه أنت بتكتب القانون لما بتعمل I over D minus I over D مين minus مين؟ الكبير minus الصغير. فخلي بالك، خلي بالك عشان أنت بتعوض ممكن يعملها العكس، يعمل بي 2 أكبر من بي 1. فخلي بالك إن إحنا عملنا 1 minus 2 عشان كان بي 1 هو الكبير. تعال نروح لبقى فكرة تانية في البروبلمز. تعال نروح لبيج 44 نمبر 40. دي مسألة دخلنا فيها فكرة الواير والكويل، وطبعا كالعادة مش هندخل كويل واحد، هندخل تو كويلز. فالمسألة دي ممكن تكون صعبة شوية عشان فيها ثلاث حاجات، تو كويلز وان واير. تعال نشوف كده مع بعض الفكرة. In the shown figure, two concentric metal rings. كلمة two rings عندي في الرسمة حلقات، يعني ال N بتاعت الحلقة الأولى قد التانية بون حلقة واحدة. بيقول لي in the same plane each is carrying current intensity اسمها I. في الرسمة كل واحد شايل current اسمه I. بيقول لي بقى في long straight wire، straight wire على الجنب بقى beside them in the same plane carries the same current وبرضه عنده I. If the magnetic flux density at their center is، ومديني ال B total في السنتر بتاع ال two coils. بيقولي calculate the value of the magnetic flux density، عايز ال B total تاني بس امتى بقى؟ when reversing the current of the straight wire only، لما ال current بتاع ال straight wire بس يتعكس. لا ثانية واحدة بقى، قبل ما نعكس ال current أنا مش شايف أي أرقام، أنا ولا عارف ال I بكام، وانا عارف الفاليو اللي اسمها ار دي بكام، انا ما عنديش اي ارقام في الرسمه. فانا محتاج اشتغل على الشكل اللي موجود ده علشان اقدر اجيب ارقام للاي للار، وبعد ما اعمل ريفرسنج للكرنت اقدر اعوض بالارقام اللي انا جبتها. بمعنى على الشكل اللي موجود ده، انا عايز اجيب البي توتال على الشكل اللي موجود ده للثلاث حاجات، التو كويلز والستريت واير. فانا هعمل
ميو ان اي على 2r بتاعت الكويل الاولاني، وكمان ميو ان اي على 2r بتاعت الكويل الثاني، والستريت واير ميو اي على 2 باي دي ده بتاع الواير. بس بينهم اعمل بلس ولا ماينس؟ مش عارف. لازم اعمل امبير رايت هاند رول، لازم اطبق امبير رايت هاند رول علشان اعرف اجيب الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد. لما اطبق امبير رايت هاند رول على الكويل الاولاني هطبق الماجنتيك لاينز هلاقيها انتو ذا بيج، ولما اطبق امبير رايت هاند رول على الكويل الثاني برضه هلاقيها انتو ذا بيج. بالنسبه للستريت واير هتلاقي برضه الماجنتيك لاينز انتو ذا بيج. بما ان كلهم زي بعض انتو ذا بيج يبقى كلهم زي بعض، اعمل لهم بلس ويلا نعوض بالارقام اللي عندي. انا عندي البي توتال، الميو معرفهاش، الان ب1، الاي معرفهاش، اوفر دبل الراديوس الصغير ار، دي كده بتاعت 1. الثانيه الميو في الان في الاي اوفر 2، بس الثانيه بقى الدايره الاكبر الراديوس بتاعها 2r بلس الستريت واير ميو في الاي معرفش الحاجات دي اوفر 2 باي في الديستنس. والديستنس بتاعت الستريت واير من الواير لحد السنتر يعتبر 3r. في الايكويشن اللي شكلها غريب جدا دي، لو خدت بالك في الثلاثه اماونتس اللي موجوده دايما في ميو اي على ار، فلو انا خدت كومن فاكتور ميو اي على ار من الثلاثه، اول واحده هيفضل هاف بلس، الثانيه هيفضل 1 اوفر 4 بلس، الاخيره 1 اوفر 6 باي. اقدر بقى اجيب الميو اي على ار لوحدها as a quantity، لو وديت الارقام كلها الناحيه الثانيه تطلع معايا 1.245 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. انا كده جبت الكوانتيتي اللي اسمها ميو اي على ار. تعال بقى نشوف لما نعمل ريفرسنج للكرنت، عايز احلها تاني لما اعمل ريفرسنج للكرنت. لما اعمل ريفرس البي توتال هتبقى نفس الايكويشن بالظبط اللي كتبتها في الاول مع فرق صغير جدا، ان الستريت واير عشان هو الوحيد اللي عكست له الكرنت بتاعه بدل ما كنت بعمل بلس هعمل ماينس، ده الاختلاف الوحيد من هنا لهنا. ونعيد كل الايكويشن تاني بكل الارقام، بس طبعا طبعا المره دي انا ما اعرفش البي توتال بكام، بس هكتب نفس الكلام ميو تايمز 1 تايمز اي على 2r، وهنا برضو بلس ميو تايمز 1 تايمز r على 2 في 2r، وهنا ماينس ميو اي على 2 باي في 3r، وبرضو هاخد كومن الميو اي على r يفضل 1 over 2 نفس الكلام بالظبط 1 over 4 بس هنا ماينس 1 over 6 باي. كده خلصت بقى، لان انت عندك ميو اي على ار عباره عن رقم، تقدر كده بقى تعوض وتجيب البي توتال علشان تطلع معاك الفاليو دي. بالنسبه للاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد بتاع الكويل، الفينجرز بتلف كلوك وايز، ويعتبر الثمب الصباع الكبير into the page، يعني الصباع ده داخل في الصفحة، فدي تعتبر الدايركشن بتاعت الاتنين كويلز عشان كده into the page. أما بقى بالنسبة للستريت واير، الثمب الصباع الكبير مشاور لفوق وبقية الصابع مشاورة into the page، فعشان كده برضو بالنسبة للستريت واير برضو كان الماجنتيك فيلد into the page. زي ما شفنا في المسألة دي كان شكلها يخض، القوانين بتاعتها شكلها غريب. مستر سؤال، ما انا ممكن اسهل المساله عن طريق ان انا اعمل اسيو.
مش لما يكون ما عنديش ارقام. مش بنفترض، ما تيجي نفترض ان الميو ب1 والاي ب1 والار ب1 ما فيش ارقام. لا ثانيه واحده بقى، هنا ثانيه واحده، عشان المساله دي ما ينفعش تفترض ارقام. ليه وش معنى؟ ما احنا حلينا مسائل كتير وكنا عمالين نفترض ارقام، مش معنى جت على المساله دي يعني. اصل المساله دي ما فيهاش حته الريشيو، ما فيهاش كومبير مين اكبر ومين اصغر. خلي بالك انت بتفترض ارقام لما يكون يقول لك بيفور وافتر وعايز تعرف مين اكبر، بتفترض ارقام لما يقول لك هات لي ريشيو بتاعت فولت ميترز، فده عادي ممكن تفترض ارقام. لكن في مساله زي كده انت عايز رقم بي بكام، للاسف مضطر تسيب الفاليوز زي ما هي، مضطر تسيب الكوانتيتيز زي ما هي. طيب تعال نتنقل لمساله فيها فكره مختلفه. تعال نروح لبيج 46 نمبر 44. دي مساله بتاعه 3 وايرز وعايز فورس على واير من الثلاثه. تعال نشوف كده فكره المساله. The given figure represents three straight parallel wires X, Y, and Z in the same plane, each of length 1 meter. اللينث بتاع كل واير 1 متر. The wires carries current 25, 15, 10 ampere باينين في الرسمة. بيقول لي لو واير Y is 25 سنتيمتر away from wire X and Z باين في الرسمة. Calculate the force acting on wire Y. وكمان determine the direction of motion of wire Y. مبدئيا علشان عايز الفورس على واير واي، الفورس عبارة عن بي اي ال، الاي والال بتوع واير واي، بس البي مش بتاعته، البي بتبقى بتاعت الوايرز اللي جنبه، يعني البي توتال بتاعت واير اكس وواير زد، بس الاي والال بتوع واير واي. بالنسبة للاي والال ارقامهم عندي، الاي 15 والال ب1، بس البي مش عندي، فانا محتاج ارجع للاول واشوف البي توتال بتاعه اكس وزد اجيبها ازاي. 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 اي على دي، واي على دي بتاعه اكس وزد بينهم بلس ولا ماينس. تعال نشوف بقى، اكس الكرنت طالع لفوق، زد الكرنت نازل لتحت، دول اوبوزيت، opposite direction يبقى بينهم plus، يبقى هنعمل plus. والمفروض ان احنا بنجيب البي توتال على واير واي نفسه، عايزين نعرف البي توتال عند الواير، فتعالى بقى نعوض. 2 times 10 power negative 7 i على d plus i على d. بالنسبة للاي باين على الرسمة 25 امبير لاكس و10 امبير لزد. بالنسبه للديستنس واضحه هنا او هنا، 25 بس بسنتيمتر، يعني 0.25 بس بالمتر. كده لو معايا كالكوليتر اقدر اعوض واحسب البي توتال بتاعه اكس وزد، تطلع معايا الرقم ده. كده اقدر اعوض علشان احسب الفورس، تطلع معايا الفورس على واير واي الرقم ده. بس خلي بالك انت كده جبت الفاليو، بس لسه كمان عايزين نجيب الدايركشن. تتجاب ازاي بقى حته الدايركشن دي؟ انت عايز تعرف الواير واي هيتحرك في انهي اتجاه، فبتشوف تاثير اكس على واي وزد على واي. تعال نمسكها حته حته. بالنسبة ل X و Y مع بعض، X الكرنت باصص لفوق و Y هو كمان الكرنت باصص لفوق، يعني same direction. ال same direction دول بيحصلهم attraction، يعني ده يقرب كده وده يقرب كده. دي كده الفورس بتاعة الواير X على الواير Y، يعني X بيقول ل Y attraction تعالى ناحيتي. طب تعالى بقى نشوف الواير Z، ده باصص لتحت وده باصص لفوق، دول كده opposite. opposite يحصل repulsion، يعني ده يتزق كده وده يتزق كده،
احنا بنشوف الفورس على الواير واي، يعني زد بيقول الواي ريبالشن ابعد عني. لو بصيت بقى على اكس وزد، هما الاثنين بيزقوا الواير واي ناحيه اليمين، فالاجابه بالنسبه للدايركشن واير واي هيتحرك تو ذا رايت. زي ما شفنا في المساله دي، مساله بتاعه 3 وايرز عاديه جدا، وكل مسائل 3 وايرز بتيجي بالفكره دي. اللي عايزك تاخد بالك منه ان معظم المسائل دي بيطلب حاجتين مش حاجه واحده، بيطلب الفورس بكام، وكمان بيبقى عايز الدايركشن بتاعتها، اتحركت يمين اتحركت شمال. فعشان خاطري ما تنساش تقرا السؤال كويس انه عايز حاجتين مع بعض مش حاجه واحده. تعال نتنقل لفكره تانية، تعال نروح لبيج 48 نمبر 48. دي مساله على الديفايسز، مساله على الاميتر، وقعدنا نفكر عشان عايزين نحل مسألة تلم لكم كل الأفكار. جبنا المسألة دي اللي فيها ثلاث أفكار للأميتر، لما لك كل أنواع الأميتر. طبعا ما بتجيش في امتحان آخر السنة بالمنظر ده، بس احنا عشان نلم كل الأفكار في مسألة واحدة. تعال نشوف مع بعض كده. A sensitive galvanometer is divided into 120 divisions. عندي سكيل متقسم 120 شرطة. Such that when using it to measure electric current intensity, the sensitivity of every division becomes 0.2 milliampere. اقف هنا شوية، بيقول ان كل one division بتقيس 0.2 milliampere، ولو هم كلهم 120 division يبقى اكتر اي دي قيسه كام، اللي بيسموه اي جي، يبقى بكام. لو عملت cross multiplication اقدر اعرف ال IG، تطلع معايا الرقم ده. اكمل قرايه. And when using it to measure potential difference between two points, every two divisions denotes 0.8 millivolt. بيقول بقى لما قيسنا voltage كل اتنين divisions بيدوني 0.8 ملي فولت، يعني ال 120 ديفيجن اللي سكيل كله يديني فولتج كام، اللي هو بنسميه في جي بكام. اقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن يطلع عندي الفي جي الرقم ده. وبما ان انا عندي الاي جي والفي جي، ما بالمره ممكن اقول في ايكوال اي ار، في جي ايكوال اي جي ار جي. ممكن اعوض واحسب ار جي تطلع 2 اوم. اشوف بقى هو كان بيسال يقول ايه. بيقول اكسبلين هاو ات كان بي كونفرتد انتو اميتر تو ميجر ماكسيمم كرنت اوف 5 امبير. بيقول ان هو عايز يحول لاميتر عشان يقيس اي ب 5 امبير. لو انا بقى فاكر القانون بتاع الار اس، IG RG على I minus IG، كل الأرقام عندي ممكن أعوض أحسب RS تطلع معايا الرقم ده. بس خلي بالك هو ما طلبش منك شنط، هو طلب منك explain how it can be converted، فلازم تقول له إن الشنط دي بتتوصل parallel مع الجلفانومتر. أما البارت التاني بيقول لي calculate the value of the required shunt to decrease the sensitivity to its one-third. المرة دي بقى عايز يقلل sensitivity one-third. ولو أنا عارف إن sensitivity عكس الكرنت، يبقى الكرنت يزيد 3 times. وكلمة الكرنت يزيد 3 times يعني بنقول إن الـ I equals 3 IG. ولو أنا عارف لعبة الـ N والـ N minus 1، لو ال i equal 3 ig يبقى rg equal n minus 1 rs. وبما ان انا عندي ال value بتاعت rg يبقى انا اقدر احسب rs تطلع معايا 1 ohm. زي ما شفنا في المسألة دي كانت بتتكلم على الاميتر ولمنا كل الافكار. اللي برضو عايزك تاخد بالك منه ان لما يقولك في السؤال احسب لي الشنط، بتحسب الار اس وخلصنا. لكن لما يقول لك في السؤال هاو تو كونفرت، قول لي اعمل ايه عشان تحول،
لازم تقول لي الارشنت اللي انت حسبتها، انت هتحسبها طبعا بس تقول لي اعمل بيها ايه، اوصلها ازاي. اوعى تنسى تقول انها بتتوصل بارل. تعال نروح لفكره كمان، تعال نروح لبيج 49 نمبر 49. دي فكره جهاز بيتحول لجهاز تاني. فكره هنعمل فولت ميتر والفولت ميتر ده هنحوله الاميتر. تعال نشوف كده بتتحل ازاي. A sensitive galvanometer of coil of resistance 40 ohm RG 40 ohm whose pointer deflects to full scale when a current of 0.05 ampere IG. Billy multiplier resistance 90 ohm RM is connected to galvanometer to convert it into voltmeter. طلب A calculate the maximum potential difference measured by voltmeter. عايز ال V اللي هيقيسها الفولتميتر. بنحل في الفولتميتر الأول بنجيب ال VG IG في RG. عندي الرقمين أقدر أحسب VG تطلع 2 فولت. ولو فاكر القانون بتاع ال RM V minus VG على IG الأرقام كلها عندي أقدر أعوض واحسب ال V تطلع معايا الرقم ده. ده كده الجزء الأول من المسألة خلص. أما الجزء الثاني بقى بيقولي How can the voltmeter obtained in the problem converted into a meter that can measure current intensity 0.1 ampere. بيقول إن عايز الفولتميتر اللي عندي يتحول لأميتر علشان يقيس I ب 0.1 أمبير. والله عشان تبقى أميتر المفروض بتحسب الـ RS اللي القانون بتاعها IG RG على I minus IG. ولكن المفروض إن IG و RG دول جالفانومتر، بس هنا المرة دي فولتميتر هو اللي هيتحول، فأنا محتاج بدل جالفانومتر أخليها IV RV. اي في مين بقى اي في وار في دول؟ الكرنت والريزيستنس بتوع الفولت ميتر. وارجع بقى للجزء بتاع الفولت ميتر، يا ترى مين اي في ده؟ هو الاي جي، يعني الرقم اللي كان عندي ده هيبقى بالنسبه لي اسمه اي في الكرنت بتاع الفولت ميتر. طب مين ار في؟ مين الريزيستنس بتاعت الفولت ميتر؟ الفولت ميتر انت عارف ان هو عباره عن جالفانومتر سيريس مع ملتبلاير، فالار بتاعت الفولتميتر هي ار جي بلس ار ام، وبما ان انت عندك الرقمين تقدر تجمعهم تطلع 130 اوم. تعال بقى نرجع للار اس ونحسبها بقى. عندي خلاص اي في ار في وعندي الاي اللي طالبها، اقدر اعوض اجيب ار اس تطلع 130 اوم. بس استنى، هو ما طلبش تحسب ار اس، هو طلب how can the voltmeter converted، فلازم تقول لي دي بتتوصل ازاي؟ لازم تحدد انها بتتوصل parallel. زي ما شفنا في المسألة، كان الجزء الأول من المسألة مسألة فولتميتر عادية جدا، وبعد كده خدنا الفولتميتر ده حولنا الأميتر في الجزء الثاني. اللي تخلي بالك منه إن كلمة جهاز يتحول لجهاز، لا ثانية واحدة، الجهاز الأولاني الفولتميتر بنطلق عليه جالفانومتر، يعني الاي جي والار جي اللي هتعوض بيهم في الاميتر هيبقوا الاي في والار في. الجهاز الاول دايما بيبقى اسمه جالفانومتر. تعال نروح بقى لاخر فكره الاميتر. تعال نروح لبيج 49 زي ما احنا في نفس الصفحه بس نمبر 50. دي مساله على الاميتر، وعلى فكره مسائل الاميتر خطواتها سيستماتيك، القوانين بتكتبها بالترتيب عشان تحل المساله. تعال نشوف مع بعض كده. Design by drawing an ohmmeter using galvanometer. عايز رسمة ohmmeter. الohmmeter كان عبارة عن galvanometer معاه variable resistance وكمان معاه standard resistance، وكان فيه بطارية بالinternal resistance بتاعتها، والكلام ده متوصل بار اكس.
unknown resistance. عايز بس اعرف الفاليوز دي بكام، القيم بتاعت الحاجات دي بكام. بيقول بقى ان الجلفانومتر الانترنال ريزيستنس بتاعته 5 كيلو اوم، يعني الار جي دي ب 5000 اوم، ريكوايرز كارنت اوف 40 مايكرو امبير، دي اللي كنا بنسميها اي ماكسيمم. بيقول لي the internal battery has voltage 5 volt، البطارية ال VB بتاعتها 5 volt، وال standard resistance are standard 20 كيلو اوم، variable resistance RV ما قاليش الرقم بتاعها. then determine، طب لحظة مقف هنا شوية، ما تيجي نجيب الرقم بتاع الR variable، وواضح كمان ان الR الصغيرة بتاعت البطارية بزيرو مش موجودة. اجيب الار فاريبل ازاي؟ تعالى بقى نفتكر من قوانين الاوميتر. كان عندنا قانون بيقول ان الاي ماكسيمم في بي على ار ديفايس. بما ان انا عندي الفي بي وعندي الاي ماكسيمم، اقدر اعوض واحسب ار ديفايس، تطلع معايا الرقم ده. والار ديفايس دي عباره عن الريزيستنسز اللي في الرسمه. انا بقى عندي كام واحده؟ عندي ار جي، وعندي كمان ار ستاندرد، وعندي كمان ار فاريبل اللي بدور عليها، بس الار الصغيره مش موجوده بزيرو، مش لازم اكتبها كده. اقدر اعوض واحسب ار فاريبل، تطلع معايا 100000 اوم. يبقى ار فاريبل اللي في الرسمه دي القيمه بتاعتها 100000 اوم. أكمل قراية بقى. بيقول لي then determine the ohmmeter scale reading at quarter the graduation. بيقول أنا عايز أعرف الأوميتر سكيل، الأوميتر بيقرا كام، يعني الريزيستنس اللي هيقراها عند ربع الجراديويشن. لو تفتكر بقى معايا إن لو الـ I equal 1 over N I maximum، بتبقى الـ Rx N minus 1 R device. بما ان بيقول ال I 1 over 4 ال graduation ال maximum، يبقى اقدر اقول ان ال Rx N، لو ال N 4 N minus 1 by 3 في ال R device اللي انا عندي القيمة بتاعتها الرقم ده. كده اقدر احسب ال Rx اللي هي الأوميتر سكيل اللي الأوميتر هيقراها، تطلع معايا الرقم ده. زي ما شفنا في المسألة، مسألة أوميتر مشينا بالخطوات سيستماتيك. بس افتكر ان لما يكون في المسألة طالب حاجتين علشان خاطري علم في ورقة الأسئلة، هو عايز دي وكمان عايز دي عشان ما ننساش. ولما كان طالب دروينج، انت رسمت، بس خدت بالك ان لما انت رسمت ما كانش فيه الار في، فانت حاولت تجيب الار في، هو ما طلبهاش منك بس انت كنت محتاجها عشان تكمل الرسمة. فافتكر في مسألة زي كده ان انت محتاج تعلم على الحاجات اللي هو عايزها عشان ما انساش. والحاجة التانية ان اكمل الحاجة اللي مش موجودة عندي، الحاجة اللي ناقصة عندي. بالنسبة لرسمة الماجنتيك فيلد بتاعت الستريت واير، برسم مجرد بس خط متوصل بالباتري، علشان كده يبقى في كارنت طالع I، والماجنتيك لاينز حوالين الستريت واير ما هي الا مجرد بس شويه دوائر. ولو عايز اعمل الدايركشن بتاعتها تبقى بامبير رايت هاند رول، اقدر اوضح الدايركشن. اما بالنسبه للماجنتيك فيلد بتاع السيركلر كويل، فمجرد بس بعمل دايره كده ومتوصلة ببطارية علشان يبقى فيه current I، let's say ماشي في الدايركشن ده. وبالنسبة للماجنتيك فيلد، مجرد بس دوائر هنا ودوائر هنا، وكل شوية الدايرة بتكبر تكبر لحد ما توصل في السنتر انها بتبقى straight line. ولو عايز تعمل الدايركشن برضه بامبير رايت هاند رول، بتوضح
الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد. اما بالنسبه للسولينويد فبنعمل شكل سبايرال بالمنظر ده كده متوصل بباتري علشان يبقى فيه اتجاه للكرنت I والماجنتيك لاينز في السولينويد مجرد بس خطوط straight lines. وبرضو ممكن نعمل direction بس هنا ما بتبقاش واضحة قوي direction بتاع الماجنتيك لاينز، بس من بره السولينويد بتكمل الماجنتيك لاينز شكل سيركل بالمنظر ده كده. يبقى احنا خلصنا مراجعة chapter 2، بس يا ريت احنا حلينا بعض الأسئلة، انت كمل بقية الأسئلة، في حاجات محلولة يا ريت تحلها انت.